تطبيق أو زمنيا تطبيقي أحسب التكاملات التالية: ألف واحد اثنان إكس أس ثلاثة ناقص اثنان إكس دي إكس، ب تكامل واحد على إكس دي إكس من جوج ثلاثة، جيم تكامل صفر واحد إكسبونونسيال إكس دي إكس، دال تكامل قيمة المطلقة لإكس ناقص واحد دي إكس من صفر لجوج. كتمرين تطبيقي نطبق فيه ما درسناه. أحسب التكاملات التالية: هنا هناك ألف تكامل دالة حدودية، وحسب جدول الدول الأصلية الاعتيادية تعلمون كيف تحددون دالة أصلية لدالة حدودية معتادة. ألف تكامل من واحد لاثنان إكس أس ثلاثة ناقص اثنان إكس دي إكس، يعني قلنا إذا بغينا نحدد دالة أصلية أو من واحد لاثنان هنا إكس أس ربعة على ربعة ناقص إكس أس اثنان، هذه بريم، يعني إذا درنا هذه مشتقة بحال حددنا دالة أصلية. إذا الدالة الأصلية إكس أس ربعة على أربعة ناقص أس اثنان بين واحد واثنان، والآن يكفي التعويض، نعوض إكس باثنان ناقص، عوضنا هنا باثنان، اثنان أس ربعة ستاش، ستة عشر على أربعة هي أربعة ناقص أربعة صفر، نعوضوا اثنان أس أربعة، أربعة في أربعة ستاش على أربعة هي أربعة، أربعة ناقص أربعة صفر، إذا العدد الأول صفر، ناقص واحد على أربعة ناقص واحد، ناقص ثلاثة على أربعة زائد ثلاثة على أربعة، حاولوا تحسبوا مزيان هنا، قلنا ناقص واحد على أربعة زائد واحد ثلاثة على أربعة، إذن التكامل يساوي ثلاثة على أربعة. وجب الاحتياط في الحساب، لأن ممكن نخطئوا في الحساب، لكن القاعدة تبقى هي أهم حاجة، ولكن حتى الحساب له دور مهم، وجب الحساب بدقة. بالنسبة لباء تكامل من جوج ثلاثة واحد على إكس دي إكس، إذن وجب التفكير في ما هي الدالة التي مشتقة سواء واحد على إكس، يعني تحديد دالة أصلية كما درسنا في الدروس الدالة اللوغاريتمية النيبيرية، أنها دالة مشتقتها واحد على إكس، إذن هذه هي الآن، الآن دو إكس، لأن كيف عرفنا دالة اللوغاريتم هي التي مشتقتها واحد على إكس على صفر بليس لانفيني. إذن الدالة الأصلية تحددت الآن دو إكس بين جوج وثلاثة تساوي الآن ثلاثة ناقص الآن جوج، إذا طبقت الصيغة خاصية الآن هي الآن ثلاثة على اثنان، الآن أ ناقص الآن ب. لما وصلنا لسؤال جيم، وخصوصا نهتم بالدول الأسية واللوغاريتمية التي غالبا ما تكون في الامتحان الوطني، وكذلك الدول الحدودية. إذا أصلية 0 1 إكس دي إكس أو الدالة الأسية، كما تعلمون كذلك حسب تعريف الدالة الأسية هي التي مشتقتها نفسها، هنا الدالة الأسية مشتقتها نفسها. إذا حددنا الآن حساب تكامل للدالة إكس دي إكس، جيم الآن قيمة مطلقة، لاحظوا القيمة المطلقة تكون فيها غالبا حالات دال قيمة المطلقة من صفر الاثنان، قيمة المطلقة لإكس ناقص واحد دي إكس، كما نلاحظ أن القيمة المطلقة إكس ناقص واحد، هناك حالتين إكس كبر من واحد إكس صغر من واحد، إذا سنطبق علاقة شارل من صفر لواحد ثم من واحد إلى اثنان لنكتب الصيغة بدون قيمة مطلقة حسب علاقة شال. إذن هنا إكس صغر من واحد غادي يكون سالب، وهنا إكس كبر من واحد غادي تكون موجب. إذن تكامل من صفر لواحد هنا واحد ناقص إكس، هنا غنضربو في ناقص، هنا غتبقى إكس ناقص واحد دي إكس، ونحدد الدالة الأصلية، أصلية واحد هي إكس ناقص إس اثنان على اثنان
من صفر إلى واحد زائد أصليات إكس أس اثنان على اثنان ناقص إكس من واحد إلى اثنان ونحسب. ولذا هي أنا باش نكمل الحساب مادام عرفتوا الطريقة تكملوا الحساب انتهى هذا المثال.